خد تعال. عاوزه ايه انا بلعب؟ معلش يا حبيبي، خدوا النبي الفطار ده وديه للنام. طب برز اخي، برزت عينك من وشك يا بعين. خد نحلوح اهو، قول له يفطر ويروح يشوف اكل عيشه. يا استاذ لمبي، يا استاذ لمبي، عايز ايه؟ الفطار يا استاذ لمبي. طب ثواني ونزل. هات يا ما هو لبنك. هات يا بقولك اهو، بص مش شايفه يعني. يا ده هات الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي. ده هو جنيه اعمى انا هوديه للمغربي. هات الجنيه المغربي بلد. انت طلعت لي فوق؟ لا خلاص، يبقى نص جنيه. تطلعني فوق يبقى نص، يبقى جنيه. انما تحت هنا هو عند الماسوره يبقى نص جنيه. ها هو كفايه عليك ده، خد ربع جنيه اهو. اذا احنا مش اتفقنا على نص جنيه؟ مش في ضرائب عقاريه لسوق الاحوال الاهليه؟ يعني قانونا وشك بالحيط وقفاك ليا. يلا اسرح، يلا يلا. ده انت لودة لودة لودة. ما همتش برضو على النوجة. طب عليك يا جلع علي، لحظة طب عرس عم باول زي اسدوما. ايوه اخ اسدوما. ايوه اخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النبي فين اسدوما؟ انا اللي اسدوما. انا تقفل الفرامل والدربليات 100 100 يا باشا. من ساعه ما اللص اشرف كلمني ظبطت لك كل حاجه، والفرامل 100 100 وبلست كمان. خد اطلع قدام بالعربيه وتعالى بضهرك وقفنا اهو، واضرب فرامل والدربليات في الحته دي. في الحته دي هي دي التجربه يعني؟ اه ماشي، انا جاي لك اهو الوقت. الله نور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايزة تزحف الزحف اللي هي الزحفتها دي. براء بإذن الله. براء بإذن الله. على الله يخرب بيتك، اتاخرت كده ليه؟ انا دخت يا استاذ والله عشان الاقي محامي بس يجي يترافع عن القضيه وياجلها. مفيش. نهار اسود على الليله السوداء. انت وبعدين الفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دخت، انا جايب حتى رحت اجلت بابا هو عشان اي حد يطلع. يخرب بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله ادك وتترافع، وانا احاول المحامين دول خالص. ورني وشك كده. ماله؟ انت جايب الوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا ابني، انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد المدين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. مين المحامي يا شريف افندي؟ المحامي في الكابينيه. ايه؟ في الكابينيه يعني، هو في الكابينيه وجاي براءه باذن الله ان شاء الله. براءه ابوس ايدك، شوف شكله عامل ازاي. ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده. فندي بقول لك يا متر، ما تقوم تترفع انت ادام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. ندعو على القضيه. ايوه حاضر، ما انا عارف. ندعو على القضيه والمصحف سمعت. خلصت العظم والنبي سمعت. اما قمت تترفع يخرب بيت الدفاع. الدفاع يتفضل. قوم فز سيد الرئيس. سيد الرئيس، حضرات الساده المستغربين، انا احمد الحاجب. ارجو ان تتسع ساحه المحكمه لكي اخذ راحتي في الدفاع. اجري يا اشرف. ابويا ابويا.
منك يا عم الفس بروسلي. الف 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 مبروك يا ريس. ايه كرنيل المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قايلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بن. لا 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 اللي ترافع ده يطلع في الازمات يعني ده مثلا يبقى كرنيل مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني بس فيها حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه يا صورة رئيس عصابه اه يا حيوان انت بتتريق لا مهابه ايه حاجة مهابه ايه حاجة ايه حاجة انت شايف ايه ده هو ده ده انا هو ده ده هو ده ايوه يا حاجة ايه شايف فيه منديل بقويا هنا وانا اقرع انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي الجلسة باقي عليها ربع ساعة اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والتيتيلز بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتيلز هو هيتكلم جوه لا انسى انسى يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش وما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله عليك انت محامي انت انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر واد الطربوشه طربوشه اهو على اساس ان انا رايح اترافع عن محمد طه امسك امسك ولدي حيضيع مني عين عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قول لي بقى تفاصيل القضية ايه عركة عادية بين عيلتين ولدي حيروح في داهية ولدي حيروح في داهية ولدي تفاصيل هنا يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين تفاصيل هنا يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين ولدي حيروح مني القرار اخر جلسه ابنك اسمه ايه يا حاج عبد الصمد وهدان حلقولو اسمه عبد الصمد وهدان حلقولو زيرو زيرو ده الاسم بالكامل ما علينا طيب هو تهمته ايه بقى قتل ايه ده احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه ما اتفقناش على قتل انا ما اتفقناش على كده يا حاج انت كنت بتعملني في مفاجاه يا ابني ابوس يدك ابوس يدك ما تفضحنيش هينادم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده يا حاج احنا ما اتفقناش على كده ابوس يدك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقتل ازاي يا رب سكينه شال ضرب في السكينه في حنكه ايوه حاضر اهو شرم لبقه يعني ايه شرم لبقه دي جون الحمد لله حنجل حلبولو قتل حنجل حلبولو فلق حنجل قتل حنجل قتل حنجل في ايه يا استاذ سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة دالية يا استاذ انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضية ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج انت بتعمل تفاجئ فيا ليه؟ سيد الرئيس ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي نعم يا أخويا؟ لا مش قصدي سعادتك أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي أنا لأن المتهم
اللي هنا المحامي هو جاي له فاوتوبيس خبطه فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك شجع الشباب شجع الشباب المنطقه كلها عندي مستنيه شربات واحد فرق اول مرافعه ليا. شربات يا استاذ قول لي طلباتك. هكون عايز اسكبريسو عايز تجيل. ايه تجيل تأجيل؟ آه. خلاص يا اخويا تأجل قضية اتفضل. حياة المصحف والله بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل قضية والله هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي. يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمقلم وكل لكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9-9. مبروك يا حاج القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي 5000 جنيه يا لفي معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ الله الماظ يا لهوي الماظ مبروك ألف مبروك حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا ايه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محيي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع خليه ياسر محيي الدين ابو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يلا يا ياسر يلا يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لكم يا ابو يعني لكم يا مرحبا يعني ايه لكم اقول مرحبا طلعوا يا محر ورجوا كده ولفوا بالبكرة لكم مرحبا اقول مرحبا يعني ايه لكم مرحبا اقول مرحبا الله الله برافو يا حبيبي برافو يا حبيبي ما شاء الله يا محر ابنك مش محتاج لشريط اطفال ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وحضراتكم طيب. طيب الله يخليكم. فضلك والله انا عندي سرير بس لازق في رجله جبل كده فقلت ممكن تشنج. لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير عندك كده على اليمين. يمين كده اه يمين كده. طب انا متشكر جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش. لا بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجيلي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس اشوف الحل ارجوك انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك لحظه واحده. حاضر خلاص يا دكتور اعتبر المكان مكانك تمام والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام هذا السرير ده كتم للصوت هو ده اللي هدف العنتابلي. امرني الله الحلاوه دي ربنا يخليك الله يخليك والنبي بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي. هل انت كنت واقف مع الدكتور الف لا باس الشر عليك؟ كنت بخصوص البق ده عيان الف لا باس شروا عليك الحمد لله. بقول لحضرتك ايه النبي هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ اه ده اه 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربيه عليك يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز انا عايز حاجه اوطى من كده يعني حاجه اوسخ من كده شويه. ايه ده 900 جنيه بالمشال. اه ده حلو قوي ده انا جربته حلو. انا جربت اه ده عملت كده وكده فكتم الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه
طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه قوي. ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله. ربنا يخليك. طب السرير ده حاخده ان شاء الله. هقعد ادفع الفلوس هنا في الكافيه؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسي يا سكنانس. اصحى يا لمبي، الساعة بقت 9:30. واحنا بقى على الصبح، الخناقات اللي هتبقى على المصرف وسنين المصرف السودا وبوزها اللي هيبقى 3 أمتار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره. خميس 22. ايه ده؟ نجلاء! نجلاء! نجلاء هو السرير ده جاي امتى يا نجلاء؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده مطلع اغنيه ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29. ايوه. نجلاء! نجلاء هو يا حبيبي قلبي السرير ده بقول لك ايه امتى؟ مالك يا راجل عمال تسألني من الصبح؟ ما انت اللي مراكبه مع العمال بنفسك. استنى انت ايه اللي في وشك ده؟ ايه النضاره دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمبي، ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعيه قبل ما نسافر لمصر بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده ها وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي، كان اول مره لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصل في الحكايه يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني يعني ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه نوجع؟ ايه عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاكرين يا نوجا؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي، قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضيه، اللهم صل على الاستاذ كده اهو. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. انزل. يعني ايه اشرف؟ لا انزل. حاجه غريبه قوي. اوعى انت الشنطه، اوعى الشنطه، مش اوعى انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يلا ولا اعرف انا باخد. اوعى الشنطه. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله المؤاخذة اشرف. ازاي؟ الحمد لله اشرف. انت خضتني. معلش. اصل الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا كل خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه.
عشان اضيق انهون فيهم. لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترفع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي، انا اللي هترفع. نعم، انا اللي هقف في ساحه الفضاء العالي واقوم بالمرافعات. يا ريت، ايه اللي غير رايك كده؟ يا ده احنا ليه عرقنا احنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش احنا عرقنا احنا اولى بيه؟ بدل ما تاخد 20 جنيه في ايدك مني كحيانه تروح قافش مني مياله وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، انت هتفضحني في الشارع. ما تشوف طب حل. المهم يلا، انت قلت لي انت مين؟ خدمتك ام احمد. طب عدى يا حاجه واعلن عن قدومي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ، يا اهلا وسهلا، يا اهلا. اتفضل اتفضل يا استاذ، يا اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ. الله اكبر الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما اطولش عليك لانك انت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ ليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت اني لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟ ابن متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه ما انا فاهم، يعني هو يعني في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشة وتحمرشوا بيه، ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا، ابن متهم في قضية اغتصام. هو متهمينه في قضية اغتصام. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا، ده الأكبر ابن بالأبدي، ده دور عاملاه البنت وأهلها طمعانين في العز اللي أنا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي أنا فيه ده؟ كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنى بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. في نبيلة الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ يا أشرف أنت اللي إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللهم صل على حضرة النبي، أنت جبت المعلومات دي منين؟ مليان. أما بقى نبيلة الحايح اللي عليها العين والليلي أنا شريفة وعفيفة وظريفة وشرفي بحب الليفة. ابني كنت الليفة يا حاج حب يا جمل. ده انت عندك في البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاك ده وشوفي الافوكاتو يمكن نطلع منه بمصلحة. طب يلا بقى باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فتح. ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعودة؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا، اخويا انا. يا حبيبي. اكبر من الصغير ولا هو ايه؟ يا راجل لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش. يا راجل ده ابن خالتي. ابن خالتي برضاعة يا سعد. طب يلا يلا، اقفل اكلمك بعدين، يلا باي. باي. البلد كلها اخواتها في الرضاعة. منور يا حاج عجة. افندم يا استاذ خلصنا. قصدك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست انا بس شفت ال ثواني ثواني. اوعى بعد ماتش بقى. انت رايح فين؟ اجي لك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص، نتقابل في الجلسه. باي. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن هذا المتهم الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة، ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا.
نمشي به بين الأمم فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعالي يا دليلة. سيد الرئيس مش فين الشهادة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة انك انت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حته مكان ضلمه كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليكي، اليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ اجل يا سيدي اجل يا سيدي. وعلى حسب أخوالك برضك في النيابة إنك قلتي إن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30 يعني ساعة بالتمام والكمال مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا الله ينور عليه هو ساعة ده رقم قياسي ده المفروض ياخد جائزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تلفون؟ هنا يا أستاذ؟ نعم؟ هنا؟ بعد إذنك المكالمة في صلب وعنق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل، أنا، أيوه. ردي يا حاجة ردي، ردي يا حاجة. فتح الله عليك ردي. ردي. ألو؟ ألو؟ مساء الخير؟ مساء الخير يا فندم. نبيل الحايح مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. طب ده رقم تليفون ساعتك مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك أثناء الحادثة صح؟ أجل أجل. أنا بس حبيت أثبت لرسالة المحكمة إن دي النمرة الخاصة بالمدعية اللي كانت معاها أثناء الزعططة وكان عايز ياخد منك الموبايل صح؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. يا سلام على التقوى. طب ازاي يا ست الريس حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمة لا تقل عن 10-12 دقيقة وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعت المحمول بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعة. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل بس يحصل بقى ساعتك الا اذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سيادة الرئيس. يا امها تظبطي. يلا باي. نبيلة انت نمرة الموبايل بتاعك 013-453-1. ايوه يا فندم. حكمت المحكمة حضورياً أولاً بإلقاء القبض على المجني عليها وأحالتها إلى النيابة العامة وتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إليها وثانياً براءة المتهم عصام بيومي من التهمة المسندة إليه. رفعت الجلسة.